الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير حساب ما يسمى معامل التحديد. معامل التحديد اللي هو coefficient determination، أو كثير ما نسميه R square. قدمنا في مقطع سابق طريقة تقدير معلومات نموذج خط بسيط، إذا بتتذكروا، أو في أكثر من مقطع، إما بسيط اللي هو simple linear regression أو multiple linear regression بناء على بيانات كانت كمية متاحة. لنفترض الآن على سبيل المثال وجود البيانات الآتية عن مستوى الدخل اللي هو XI ومستوى الإنفاق اللي هو YI لخمسة عشرة أسرة، عبارة عن يعني بيانات عشوائية وافتراضية. الآن عندي I اللي هو الأسرة الأولى، الثانية، الثالثة، حتى الأسرة الخامسة عشر، وعندي الآن هنا المستوى الإنفاق. هذا هو مستوى الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، شهريا، أسبوعيا، مهما كانت. المهم البيانات يعني هنا افتراضية فقط لا غير. وهنا مستوى الدخل اللي هو XI 9 وهكذا إلى ننتهي. لنفترض بأن الباحث يحتاج إلى تقدير معلومات نموذج خطي بسيط. الآن simple linear regression هو YI تساوي A اللي هو الانترسبت أو نقطة التقاطع مع المحور العمودي، وهذا زائد B حيث اللي هي ميل هذه الدالة أو slope of the function، طبعا مضروب في الدخل للأسرة طبعا، وعندي هنا مضاف إليها الإرور أو الخطأ. فالآن نحتاج إلى تقدير A و B. تعلمنا من المقاطع السابقة الآن بأن هذه طبعا طريقة تقدير A بأبسط الطرق، أبسط الطرق هذه A hat تساوي الوسط الحسابي ل Y مطروح منه الآن بيتا B أو B المقدرة مضروبة في الوسط الحسابي ل X. إذا الآن A hat تساوي Y bar سالب B hat في X bar. لكن B hat من جهتها كما تعلمنا في المقاطع السابقة تساوي حاصل قصة ماذا؟ مجموع XI في YI ناقص N في X bar في Y bar، الكل مقسم على مجموع XI تربيع ناقص N في مربع الوسط الحسابي إلى X. نقوم الآن من هذه البيانات نقوم بحساب البيانات التالية أو الأشياء التي نحتاجها. هذا هو متوسط Y bar. إذا الآن لو جمعنا هذه القيم وقسمناها على 15 بيطلع عندي متوسطها 13.8667 بعد التقريب، وX bar يساوي 16.6. إذا جمعنا هذه القيم الآن، هذه القيم جمعناها وقسمناها على 15 بيطلع عندي X bar يساوي 16.66. إذا ضربنا الآن YI في XI 10 في 9 زائد 8 في 9 زائد 10 في 10 زائد 12 في 10 وهكذا إلى أن ننتهي 26 ضرب 24 طبعا زائد يعني كلها، فبطلع عندي مجموع الآن XI YI يساوي 3863. ومجموع XI تربيع الآن نقوم بتربيع هذه القيم اللي هي 9 تربيع زائد 9 تربيع زائد 10 تربيع زائد 10 تربيع زائد زائد 24 تربيع زائد 24 تربيع. عندما نربحها ونجمعها بطلع عند المجموع 4711. الآن بيتا هاتها أو بي هات هذه الآن تساوي حاصل قسمة هذه القيم اللي هو عندي مجموع XI YI هذه، لاحظوا لي هنا مطروح منها حسب المعادلة هاي أو النتيجة هاي أو الصيغة هاي N اللي هي 15، حجم العينة، حجم عدد الأسر هنا 15، مضروب في X bar هذه X bar مضروبة في Y bar هذه Y bar، مقسم على 4711 اللي هو مجموع XI تربيع كما هي هنا ناقص 15 في مربع الوسط الحسابي إلى X، تساوي هذه الكمية 410.1670 قسم على 527.6، فبكون بالحالة هاي B hat تساوي أقل من واحد صحيح تقريبا، هي تقريبا الميل الحدي للإنفاق، the margin percentage to expend وليس to consume or something، فهي أقل من واحد صحيح يعني أقل من الدخل كله. ف
فعندي تقريبا 71% من الدخل يذهب إلى الإنفاق. إيهات، لأن وضعنا المعادلة لإيهات، هذه معادلة إيهات اللي هي الانترسبت أو نقطة التقاطع تساوي واي بار، هذا واي بار مطروح منه بي هات مضروب في الوسط الحسابي إلى اكس اللي هي اكس بار، فبطلع عندي قيمتها 2.0777، فتكون صيغة الدالة المقدرة معلوماتها كما يأتي الآن، هذه الدالة التي قدرنا معلوماتها. عندي طبعا واي اي هات اللي هي مقدرة الآن، هذه اي هات وهذه بي هات. نقوم الآن بتعويض قيم اكس اي الفعلية، لاحظوا انتبهوا على المعادلة الآن، مقدر معلوماتها واي اي هات تساوي 2.0777 زائد 0.7102. الآن نقوم بتعويض القيم الفعلية لأكس آي في المعادلة، هذه القيم طبعا هنا، لاحظوا هنا القيم الفعلية لأكس آي، نضع هنا 9 ونطلع القيمة 9 ثم 10 ثم 10 ثم 9 وهكذا إلى ننتهي 24 ثم 24، منطلع هذه القيم التي حصلنا عليها، هذه واي اي هات اللي هي واي او الانفاق من قبل هذه الاسر مقابل مستويات دخل معينه، لكن مقدره تقدير. الفعلي هو هذا الفعلي، هذه القيم الفعليه حسب المعادله، قمنا بتقدير هذه القيم. الان اذا طرحنا القيم الفعليه، هذه طرحناها من القيم المقدره، هذه ينتج عندي ما يسمى بالإرور اللي هو الريزيديوال أو البواقي، هذا الخطأ أو البواقي نسميها إحنا البواقي حتى ننتبهوا أحبة الطلبة والمتابعين، هذه هي البواقي. أوكي، الآن يعرف ما يسمى التغاير الكلي total sum of square أو total variation، حتى يعني والهدف من هذا المقطع هو حساب R سكوير. R سكوير الآن مهم جدا أنه يعني نعرف كيف نحسبه، فبدنا نعرف ما يسمى Total Variation أو Total Sum of Square أو باللغة العربية مجموع المربعات أو التغير الكلي، هو Total Sum of Square اختصارها للمتغير Y I اللي هو المتغير التابع، يساوي حاصل جمع الفرق واي اي ناقص مطروح منها واي بار الكل تربيع. لاحظوا لي هنا هذه حليناها اكثر من مره في محاضرات سابقه ومقاطع سابقه، ان يعني ارجو تجربتها منكم جميعا احبتي الطلبه والمتابعين. بنفك القوس الان اللي هو واي اي تربيع ناقص 2 واي بار واي اي زائد الان هذه واي بار تربيع. الآن ندخل عملية اللي هي ما يسمى مشغل الجمع summation operator، هذا بدخل على الكل فيساوي بالحالة هاي مجموع y i تربيع ناقص 2 y bar لأنها ثابت في مجموع y i زائد الآن جمعنا هذه نون مرة اللي 15 مرة بالحالة هاي نون مرة، وبالتالي total of square النتيجة النهائي بعد اختصار كل هالأشياء هاي بكون total sum of square يساوي مجموع y i تربيع ناقص n في مربع الوسط الحسابي ل y. لاحظوا لي الان هذه y i وهنا y i تربيع اللي هي total sum square الان، فعندي متوسط هذه القيم تساوي 13.8667، مجموع ال y i تربيع يساوي 3234. نجد الان بان total sum of square يساوي هذا المجموع مطروح منه N مضروب في مربع هذا الكلام اللي هنا 3234 مطروح منها هذه N، طبعا إذا بتلاحظوا هنا N في مربع الوسط الحسابي ويساوي بالحالة 349.7195. هذا هو التغير الكلي Total Sum of Square TSS أو التغير الكلي. يعرف الآن ما يسمى بالExplained Variation أو Explained Sum of Square. هنا الآن التغاير الكلي، هذا هو التغاير الكلي الذي يحصل للمتغير التابع، أما الذي استطعنا أن نفسره من خلال المعادلة بواسطة المتغير المستقل XI فهو الـ ESS، هذا يعني Explained Sum of Square كما عرفنا هنا
الاكسبلين فاريشن ل واي اي هات المقدرة تساوي الطريقة نفسها الآن مجموع الفرق بين المقدر ووسطه، طبعا لأن الوسط هو يعني متشابه بين الفعل والمقدر لكل تربيع بالطريقة ذاتها، نجد بأن الآن الاكسبلين سم اوف سكوير يساوي مجموع المقدر تربيع ناقص ان في مربع الوسط الحسابي لواي اي لأنه مشترك بين الفعل والمقدر. الآن عندما ربعنا القيم المقدرة وجدنا بأن المجموع يساوي 3176، هذا هو المجموع 3176. إذن الإكسبلين سم أوف سكوير اللي هو ESS أو الإكسبلين فاريشن يساوي 3176 ناقص 15 في مربع الوسط الحسابي بيطلع عندي 291.7195. معامل التحديد R سكوير هو عبارة عن حاصل قسمة R سكوير ESS على TSS، هذا مهم جدا تعرفه أحبة الطلبة، ويساوي بالحالة هاي 291.7195 مقسم على التوتال سم اوف سكوير اللي جمعناه هنا 349.7195، فبيطلع عندي R سكوير يساوي 83.4، يعني تقريبا بقدر أحطه 83.4%، يعني قوي نسبيا بتفسير. إذا المتغير المستقل XI استطاع أن يفسر تغاير مقداره تقريبا 84% من التغاير في الظاهرة اللي هي الإنفاق. لاحظوا الآن هذا الشكل البياني، هذه القيم المقدرة اللي هي الأصفر الغامق أو البني الفاتح، والقيم الفعلية اللي هو الأزرق. فلاحظوا التقارب بين المقدر والفعلي من خلال المعادلة. يمكننا الآن قبل الانتهاء من وصول إلى النتيجة نفسها بواسطة الصيغة التالية: R سكوير يساوي 1 صحيح، لأنه دائما وأبدا R سكوير يعني أقل قيمة له 0، ما يعني ما فيش علاقة الآن بين المتغيرين، وأعلى قيمة له 1 صحيح بيكون العلاقة كاملة 100%. هذه مستحيل وهذه مستحيل، دائما بيكون أعلى من 0 وأقل من 1 صحيح. فهنا 1 صحيح ناقص الآن مجموع الخطأ مربع الخطأ على التوتال سم اوف سكوير، إذا يساوي 1 صحيح مطروح من حاصل قسمة RSS اللي هو residual sum of square على total sum of square. هون ذكرت أنا حيث ترمز RSS إلى مجموع مربع البواقي residual sum of square RSS. هذه الأخطاء كما حسبناها إحنا أحبتي هنا لاحظوا لي وضعتها هنا أنا هذه الأخطاء، لأنه الفرق بين الفعلي والمقدر هذا هو الفرق بيناتهم. أوكي، فبطلع عندي الآن أرجع هنا، هذه الآن لا هذه القيم اللي هي الأخطاء ربعناها طلعت هذه القيم مربعها، فمجموع مربع الأخطاء يساوي 58.4175. طبعا بعد التقريب أي أن R سكوير يساوي 58.4175 مقسم على 349.7175 اللي هو total sum of square كما ذكرنا هنا. إذا R سكوير 1 ناقص مجموع مربع البواقي على التوتال سم اوف سكوير بيساوي 1 ناقص RSS على TSS، وبالتالي هذه يعني مشابهة جدا للR سكوير الذي حصلنا عليه اللي هو تقريبا 83.4%. يعني قمت أنا بتجربة التقدير على برنامج الأكسل، الأكسل كانت النتيجة متطابقة جدا جدا. ملاحظة فقط الآن، مجموع اللي هو التغاير الكلي يساوي التغاير المفسر، هذا نسميه احنا explain sum of square، مقسم على التغاير غير المفسر. يعني الآن X هذه كمتغير مستقل استطعنا بواسطها هذا أن نفسر هذا الجزء من التغاير في YI وهذا الجزء غير مفسر. لاحظوا لي إذا قسمنا الطرفين على total sum of square بيطلع عندي هذا توتال سم اوف سكوير على توتال سم اوف سكوير كما ذكرت، على يعني قسمناها على ذاتها تساوي الاكسبلين سم اوف سكوير مقسم على توتال سم اوف سكوير زائد ريزيديوال سم اوف سكوير مقسم على تي اس اس يساوي 1 صحيح. هذه الان هي
آر سكوير اللي هي معامل التحديد، أو أنه آر سكوير تساوي واحد ناقص هذه، يعني واحد ناقص